مساء الخير. برحب بكل السادة الوفود المشاركة في البطولة الأفريقية 29 بمشاركة أكبر عدد من الفرق الأفريقية. سعيدة جدا بهذه المشاركة. طبعا في البداية برحب برئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عمرو علواني. برحب بلجنة الاحتكام، برحب بكل الإعلاميين، رئيس لجنة الحكام الأفريقية الكابتن حسن أحمد والكابتن عبد المجيد جراد من تونس. In the beginning of my speech, I would like to welcome Dr. Amr Alwani, CIBB President and FIBB Vice President, also to welcome all the Control Committee members, Mr. Hassan Ahmed, the President of the Refereeing Commission in Africa, Mr. Girard, the Vice President, the Secretary General of the Refereeing Commission in Africa. إن شاء الله بالمشاركة الكبيرة دي من أكبر عدد من الوفود الإفريقية المشاركة. 19 فريق، أكبر مشاركة أفريقية. أنا بعتبره في حد ذاته ده نجاح كبير للكرة الطائرة الأفريقية، ومش عايزين ننكر أنه هذا النجاح أساسه ودعمه من الاتحاد الأفريقي الدكتور عمرو علواني، أنه يبقى فيه وعي في فرق السيدات، خاصة فرق السيدات في أفريقيا. فده أنا برجع الفضل فيه للاتحاد الأفريقي، وبالتأكيد الدكتور عمرو علواني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لهم كل الشكر على وصول هذا العدد الكبير في المشاركة الأفريقية رقم 29. It is my pleasure to be here standing in front of all of you, and I am very proud with the great number that participate in this event with 19 teams for the first time, which is due to the activities and to the support from Dr. Amr Alwani, CIBB President, and his Vice President in the organization, which lead to this high technical number and technical level of participant of team in this competition. ما انساش طبعا النادي الاهلي، نادي القرن، في استضافه هذا الحدث الكبير على ارض مصر الحبيبه. بالتاكيد النادي الاهلي قادر كالعاده على التنظيم، اعتقد ان شاء الله، ومش اعتقد، لان واثقه من نجاح هذه البطوله، سواء من ناحيه التنظيم لانه بينظمها نادي كبير في افريقيا، او مش بس في افريقيا، في العالم كله. بتمنى له كل التوفيق للنادي الاهلي في هذا التنظيم. بتمنى لكل وفود المشاركه ان شاء الله اقامه سعيده على ارض مصر. بتمنى ان شاء الله ان احنا هنستمتع بمستوى فني راقي لكل الفرق الافريقيه المشاركه، لان كل القوى الافريقيه تقريبا مشاركه في هذه البطوله.